مبروك يا مصر. بدأ المنتخب المصري مواجهة بوركينا فاسو طبعا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم. المباراة بدأت على ملعب استاد القاهرة وسط حضور جماهيري يعني غفير جدا الحقيقة. الأعلام في كل مكان، وطبعا اللون الأحمر مالي الاستاد، هو لون اللبس بتاع المنتخب. مصر بتمتلك رصيد 6 نقاط تتصدر بيهم المجموعة من مباريتين أمام جيبوتي وسيراليون، وفي حالة فوز مصر اليوم بالمباراة أمام بوركينا فاسو هتكون طبعا هي كده متقدمة، وهتبقى أمام غينيا بيساو والدنيا هتكون إن شاء الله بخير. هيكون عندنا 12 نقطة وهنقدر كمان إن احنا نكون منفردين بصدارة المجموعة. سعيدة جدا إن احنا نبدأ على طول لحضراتكم كده بخبر حلو. أنا دايما ببقى سعيدة زي ما انتم شايفين الجمهور الصور. الليلة إن شاء الله تكون ليلة فوز، ليلة فوز جميلة. احنا منتظرين ان منتخبنا ده بإذن الله يمثلنا في كأس العالم، فان احنا نبدأ كده وانا بحب كده يعني فرحونا يا جماعة في الاول، يعني ليه دايما نفضل على اعصابنا لحد 90 دقيقة؟ لكن لما من الاول كده الناس تلتقط الانفاس شوية، حرارة الجو يمكن تكون فيها يعني اخف شوية. الناس اللي موجودة في الاستاد اكيد ناسية حرارة الجو، عندها بس حرارة التشجيع. منتخب مصر بإذن الله نتمنى له الفوز. زي ما انتم شايفين محمد صلاح كابتن الفريق منور الدنيا، وإن شاء الله حسام حسن يقدر من خلال الخطة بتاعته إنه يوصل المنتخب إلى بر الأمان الليلة، ونقدر كمان نروح أمام غينيا بيساو يوم 10 يونيو بنتيجة حلوة بإذن الله. أتمنى إن احنا نمتع الجماهير النهاردة، سواء اللي موجودين في استاد القاهرة جميعا أو اللي بيشوفوا عبر الشاشات. كنت لسه بتابع عن طريق طبعا أون تايم سبورت، مبهجة جدا، تحليل رائع، وطبعا زملائنا اللي في التحليل كلهم أكيد كلهم حماس وشهم جميعا حلو بإذن الله. هنتابع مع حضراتكم أكيد أول بأول. لو أنت متابعنا على شاشة القناة الأولى هنقول لك على طول كل الأخبار. نبدأ أخبارنا السياسية. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل أحد جنوده وإصابة 11 آخرين بينهم 8 عسكريين في هجوم. طبعا الهجوم ده كان موجود على حزب الله اللبناني، وده على الحدود الشمالية مع لبنان. واضح كده وأوضح جيش الاحتلال إنه حزب الله اللبناني نفذ هجوما بطائرتين مسيرتين على موقع الجنود الإسرائيليين قرب قرية حرفيش العربية في الخليل الأعلى الليلة الماضية. الهجوم ده بيجي الحقيقة بعد التصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أمس. قال فيها نتنياهو أنه لن يسمح باستمرار الوضع كما هو على الحدود اللبنانية، وأنه يستعد لعمل عسكري في لبنان وكفة، وطبعا وكأنه بيفتح جبهة جديدة للصراع. الحقيقة أنت تستغرب جدا، إحنا يعني ما زلنا في قطاع غزة نعاني الأمرين. معرفش إذا كان هذا الوقت إنه علشان يلهي الناس على ما يحدث في قطاع غزة فيروح على لبنان، سواء يعني الحرب لم تنتهي بعد في غزة أو لبنان. خلينا نروح لبيروت مع الكاتب الصحفي علي يحيى ونعرف ما الذي يحدث. مساء الخير يا فندم أستاذ علي. يا مساء النور، طبعا تحياتي لكم وتحياتي للمشاهدين، ومع التمني بالتوفيق للمنتخب المصري، لأن المنتخب اللبناني كما علمت قبل قليل قد وضع التصفيات المؤهلة للمونديال كالعادة. أكيد. هو أنا بس يعني أنت سامعني كويس أستاذ علي؟ عشان أنا الصوت مش سامع حضرتك. نعم كويس. نعم. طيب نعم. تمام. خلينا نرجع. أشكرك شكرا جزيلا، يعني الحقيقة ما يحققه منتخب المصري أكيد أنا عارفة يعني أشقائنا العرب أكيد كمان هيكونوا منضمين لهذا التشجيع، فأشكرك شكرا جزيلا. نعود لما يحدث الحقيقة على الحدود اللبنانية. واضح كده أنه نتنياهو بيوسع جبهة الحرب، يعني نحن ما زلنا في قطاع غزة، ما زالت الأزمة مشتعلة وكبيرة جدا، ولكن ما الذي يحدث على الحدود اللبنانية؟ يعني خلال الأسابيع الماضية شهدنا ارتقاء في مستوى الاشتباك، لكن هذا الارتقاء في مستوى الاشتباك بقي تحت سقف مبادئ الاشتباك التي طبعا مبادئ الاشتباك المتحركة التي عهدناها خلال الثمانية أشهر الماضية عند طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، لكن وقبيل كل جولة مفاوضات نشهد ارتقاء وارتفاع في مستوى الاشتباك من الجبهة اللبنانية كمحاولة لدعم المفاوض الفلسطيني. ناهيكم طبعا
ان بعض هذه العمليات المركبه التي افردت من الجبهه الامريكيه كانت كرد فعل وللمحافظه على توازن الردع ولمحاوله منع القوات الاسرائيليه من الذهاب بعيدا في تنفيذها الاغتيالات خلف الخطوط اللبنانيه، كون معظم العمليات او معظم الجهد الحربي يتم على طول الحدود اللبنانيه، لكن في بعض الاحيان يكون هناك تجاوزات في الداخل اللبناني او الداخل الفلسطيني، وسرعان ما يعود الطرف للانطواء تحت سقف قواعد او مبادئ الاشتباك. خلال الاسابيع الماضيه وبعد نجاح حزب الله في تنفيذ سياسه الاعماء الاستراتيجي على طول الحدود اللبنانيه، بدا في عمليات مركبه الوصول الى اهدافها دون تصدي حقيقي من القبه الحديديه التي ايضا بدات تتعرض لاستهدافات واضحه. ومن هنا بدات ترتفع التهديدات من قبل بنيامين نتنياهو، بن خفير، سمويتريتش وبعض القيادات الاسرائيليه بالويل والثبور وعظائم الامور باتجاه الجبهه اللبنانيه. لكن هناك فجوه ما بين التهديد الكلامي والتصريحات غير المعلنه في اسرائيل، لكون التصريحات المعلنه والتهديدات الكلاميه لا تتطابق مع الواقع الفعلي الذي يجري عند الحدود اللبنانيه، والذي يؤكد فيه الجانب اللبناني او حزب الله اللبناني انه يسيطر او يهيمن على مسار التصعيد خلال الاسابيع الماضيه، وهو يمنع الجيش الاسرائيلي من محاوله استعاده الردع. عموما يعني نحن نتمنى يعني ان هذا الوضع يعني لا يطول وان يكون هناك شيئا، لان يبدو ان نتنياهو يعني يطيل الحرب في المنطقه بشكل عام، هو لا يريد انهاء الحرب سواء في قطاع غزه، وهو يطيل الحرب بهذا الصراع بان يفتح جبهه اخرى في لبنان، وواضح انه المبررات كثيره من قبل الاحتلال الاسرائيلي. صحيح، يعني هناك عوائق عديده تمنع الجانب الإسرائيلي من فتح جبهة مع لبنان، منها الضغط الولايات المتحدة التي تحاول حصر الاشتباك داخل قطاع غزة ومنع توسع الاشتباك إقليميا لأسباب عديدة، منها أسباب انتخابية ومنها الأسباب التي تتعلق بمحاولتها استعادة المسار السياسي الذي كانت تعمل عليه للمنطقة خلال الفترة المقبلة. الأمر الثاني هو العائق اللوجستي، حيث أن الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى حوالي 7000 جندي، إضافة صحيح. إلى النقص الذي يعانيه بسبب انتشار الجيش داخل قطاع غزة والاستنزاف الذي تعانيه قواته داخل القطاع. وبالرغم من أن معظم كابينة الحرب و55% من الإسرائيليين وفق الاستطلاع الذي نشرته هيئة البث قبل أيام من الآن، والذين يؤيد فيه هؤلاء توسيع الجبهة مع لبنان، إلا أن العوائق التي ذكرناها قبل قليل والواقع الميداني وقدرة حزب الله على الإيذاء تمنع بنيامين نتنياهو من الذهاب باتجاه تنفيذ تهديده وتوسعة الجبهة مع لبنان. وهذا ما ذكرته على سبيل المثال هارس اليوم حين ذكر أحد الكتاب أن لا يمكن الوثوق برئيس الأركان هاليفي ولا بتهديداته، لأنه يعيش في اللالالان، حيث أن الجيش غير قادر لوجستيا وبشريا على فتح جبهة مع لبنان أكيد. وهو حتى اللحظة لم يستطع تنفيذ أهدافه في القطاع. يمكن الذهاب باتجاه مواجهة شاملة مع لبنان في حالة واحدة، هو بعد الانتهاء من تنفيذ الصفقة المتوقعة مع حماس، وأيضا بعد سحب القوات الإسرائيلية من القطاع، يمكن حينها للجيش سحب قواته من غزة وألويته من غزة والتوجه نحو الجبهة اللبنانية لفتح جبهة شاملة أو لتوجيه ضربة لترميم الردع الذي فقد بنسبة كبيرة. أكيد، يعني كل الأشياء مطروحة، كل الأشياء ربما تكون صحيحة، نحن لا نعرف في ماذا يفكر نتنياهو، ولكن يبدو أنه يطيل يعني عمر الحرب في المنطقة بشكل كبير، مبررات كبيرة هو وحده يعرفها، ولكن كل ما نعرفه أن ما زالت الحرب مشتعلة، وحتى هذه اللحظة نحاول أن نفهم ماذا يفعل نتنياهو حتى هذه اللحظة. أشكرك شكرا جزيلا من بيروت الكاتب الصحفي
علي يحيى على هذه التفاصيل. الحقيقة أنت بتلاقي أنه المنطقة يعني لا تتخيل، كنت تتوقع طبعا أنه إحنا أمام هذه الصفقة اللي مفروض أنها يعني في انتظار أن يتم الموافقة عليها من كافة الأطراف. مصر بذلت مجهود كبير الحقيقة في التفاوض، وما زالت الحقيقة ترعى هذا الاتفاق حتى يعني نرى بصيص من الأمل أن تتوقف يعني هذه النار المشتعلة في قطاع غزة. نتمنى الخير بإذن الله. فاصل، ولكن خليني أختم أيضا بهذا الخبر. ما زلنا نتابع منتخبنا المنتخب القومي المصري، وطبعا يعني نتمنى إن شاء الله أنها تكون ليلة كلها فوز، ونتمنى أنه الناس الحقيقة تبات هذه الليلة سعيدة. احنا دلوقتي النتيجة الحقيقة 2-0 لصالح المنتخب المصري على بوركينا فاسو. زي ما انتم شايفين الجمهور الحقيقة في حالة سعادة، الأعلام المصرية في كل مكان، ومحمود تريزيجيه الحقيقة تريزيجيه جاب الجونين، ده هيبقى يعني مان اوف ذا ماتش او هداف المباراة بإذن الله، وكده هيبقى التساعة والشاعة حلوة على مصر. فاصل وانا تواصل. اهلا اهلا بحضراتكم، ما زلنا نتابع معكم على الهواء طبعا زي ما انتم بتتفرجوا على مباراه طبعا منتخبنا القومي، ومصر متقدمه بهدفين لاثنين لتريزيجيه، دقيقه 3 ودقيقه 7 بيحقق الهدفين، والماتش الحقيقه مصر بتلعب حلو، والجمهور طبعا سعيد وكلنا سعداء، ويا رب يكملوا على كده، ويا ريت مزيد يعني تبقى ليله ان شاء الله جميله وطنيه كلها كده احتفالات باذن الله. طيب خلينا نروح لما يحدث في بشأن طبعا الهدنة يعني وقف إطلاق النار في غزة. خليني أقول لحضراتكم، قال مصدر رفيع المستوى أن هناك لقاءات واتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وده طبعا وفقا لما نقلته إكسترا نيوز. وأضاف المصدر أن مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار. وقال المصدر إن قيادات حماس أبلغت مصر بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة. الحقيقة ده شيء جيد، وكلنا بنتمنى بإذن الله إنه يعني هذا الخبر وإنه يعني هذا الاتفاق إنه كل الأطراف الحقيقة تتفق على هذا، ويحدث يعني وقف لإطلاق النار. زي ما أنتم شايفين الجميع يتطلع لهدنة ووقف لإطلاق النار. خليني يعني مزيد من التفاصيل، وأيضا الرؤية للسفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سعادة السفير مساء الخير يا فندم. اهلا بك يا فندم، ازي صحتك؟ الحمد لله يا فندم. يعني حضرتك يعني كيف ترى موقف حماس وهي يعني ابدت الاستعداد وهناك مؤشرات ايجابيه بانها يعني تدرس بجديه وقف اطلاق النار؟ طبعا هو يعني خبر هام وضروري في هذه المرحله، يعني انقاذا لابناء شعبنا في قطاع غزه مما هو دائر الان من جرائم غير اخلاقيه وجرائم ضد الضمير الإنساني. وأنا أعتقد أن حركة حماس تدرك تماما أن مقترحات الهدنة التي بذلت فيها كل الأطراف جهودها لابد أن تحظى برضا وقبول، وأتمنى أن تكون المعلومات التي تتوارد الآن عن نية حركة حماس قبول مبادرة الهدنة التي تم طرحها خلال كلمة الرئيس بايدن منذ عدة أيام، وهي يعني ليست بعيدة عن المبادرة المصرية الأولى المقسمة أيضا لثلاثة مراحل. وأظن أن قبول حركة حماس سيفتح المجال لإطلالة جديدة لهذا المشهد المأساوي وخروج نحو الأفق الذي نتمناه جميعا، دخول المساعدات الإنسانية، تثبيت أوضاع أبنائنا في قطاع غزة، وإفشال خطط التهجير القسري، والانتقال بعد ذلك إلى المرحلة الثانية التي يتم من خلالها الإفراج عن الأسرى والرهائن، واستكمالا يتم التخطيط لمستقبل غزة في المرحلة القادمة استنادا إلى أهمية وجود السلطة الوطنية لتدير ليس فقط المعبر عند رفح والذي تصر مصر عليه، ولكن كل القطاع من أجل عملية إعادة بناء تقود لاستعادة جزء مما تم تدميره. لأن أعتقد أن المشهد الحالي في قطاع غزة يشي بأن جريمة
كانت متعددة الجوانب، شملت على المرافق وشملت على قطاعات سكنية كاملة، بالإضافة لما لا يمكن تعويضه وهم البشر. أكيد. خليني أخذ رأي حضرتك أيضا وتعليق حضرتك على ما يحدث، يعني هل يشعل نتنياهو حربا في لبنان حتى ينهي حرب غزة؟ لا، أنا أشوف أستاذ شفقي هكون واضح مع حضرتك، الرئيس بايدن بذاته ذكر لإسرائيل ولنتنياهو أن قرار الحرب مع إيران ليس قرارا إسرائيليا، وهو أمر هام جدا. لابد أن ندرك أن نتنياهو حاول حكومته في الأيام الأولى للسبع من أكتوبر التفاوض مع الجانب الأمريكي للبدء بحزب الله وليس بحركة حماس، زعما أن حزب الله هو الخطر الداهم، أما حركة حماس فيمكن التعامل معها فيما بعد. رفض بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الطرح الإسرائيلي تماما، وكان الحديث عن إشعال الجبهة الشمالية خطا للولايات المتحدة لا يمكن تجاوزه إلا في حدود المواجهات الجزئية التي تتم وفقا لمعايير وأسس متبادلة بين الطرفين وقواعد للاشتباك لا يمكن تجاوزها. وكما حدث حضرتك تابعتي الهجمة الإسرائيلية المفتعلة لاستفزاز الموقف الإيراني بقصف السفارة الإيرانية في دمشق، ومحاولة إسرائيل التعدي على إيران بعد رد فعل الإيراني الذي يعني تم احتوائه بجهود من الولايات المتحدة وحلفائها وليس من إسرائيل، لكن كشفت عسكريا واستراتيجيا. وأظن الأمر بات واضحا أن المقاومة الفلسطينية على محدودياتها، لولا أن السياق به كل هذه الضحايا من المدنيين لكانت قد أوقعت في إسرائيل ما يؤلمها. أكيد. آخر حاجة تعليق حضرتك على طول النفس والمثابرة والصبر والدبلوماسية المصرية في الجهود المكثفة لإتمام وقف إطلاق النار هذا الاتفاق. يعني أولا الدبلوماسية المصرية بتعمل أدواتها الفاعلة وجهود كل الجهات الوطنية على رأسها السيد الرئيس ودبلوماسية القمة، والأجهزة تعمل يدا بيد، وكذلك التواصل مع كافة الفصائل. اليوم بيزورنا الفصائل الفلسطينية المختلفة المشاركة في العمليات حتى يتم التوافق على بدء الهدنة وفقا لقاعدة فلسطينية موحدة. وأتمنى أن المرحلة القادمة تشمل وفاقا وطنيا فلسطينيا، وأن يدرك الجميع، ودعيني أقول ربما للمرة الأولى، أن إذا ما كنت قد تحكم فلا يمكن أن تناضل على نفس الأرض، إذا أردت أن تناضل فلتناضل، ولكن الحكم يترك للسلطة الوطنية كما كان الوضع قبل انقلاب حماس. أنا أتصور أننا أمام مخرج مشرف لكل الأطراف الفلسطينية لو اتحدت كلمتنا. أكيد. نتمنى الخير. السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. طيب تعالوا نروح لشأن محلي الحقيقة، وحضراتكم وكلنا الحقيقة منزعجين منه، يعني فكرة أنه يتصل بيك حد الأرقام اللي ما تعرفهاش، وبعدين تلاقي حد على التليفون مكالمات من شركات تسويق، وخصوصا التسويق العقاري، يعني شركات كتير جدا تستلمك طول الوقت، وبعدين وفي اي ساعه، خصوصا يعني طول وقت النهار، وتعرض عليك الشقق والعقارات بالملايين. وامر الحقيقه بقى لافت للنظر جدا، يعني بقت ظاهره، انت ما بتبقاش عارف الو ايوه مساء الخير يا فندم، مين حضرتك، انا فلان عايز اقول لك كذا، شكرا مع السلامه، لانه الحقيقه انت ما بتبقاش، لا هو بيبقى عارف انت فين، انت في اجتماع، انت في مستشفى، انت في بيت، انت نايم، انت صاحي، انت بتشتغل، انت في مكتبك، انت في شغلك، يعني هي اتصالات غريبه جدا. وبداوا كمان يعملوا فترات مسائيه علشان يعني ايه، شافوا انه الناس الصبح ربما تكون بتبقى مشغوله ما بتردش، فنستلم الناس بعد الظهر. هي تقعد تسال نفسك مين اللي اداهم كل الارقام دي، يعني وساعات تسالهم فما تلاقيش اجابه. حضرتك كنتي طلبتي وقلتي، انا لا طلبت ولا قلت ولا اعرفكم اصلا ولا اعرف مين دول. وطبعا تقعد تسال نفسك، طيب هو انت متخيل ان انا يعني عايزه، لو انا عندي يعني فكره اني عايزه اشتري شقه او مشروع
او اروح لكومباوند معين انا هجاوب عليك وعلى الملايين اللي انت بتتكلم عليها على التليفون، يعني هنزل اجيب شنطه الملايين واروح اقابلك ونشوف العقار. هي حاجات اصبحت يعني غير مقبوله على الاطلاق وتندرج تحت فكره الازعاج بشكل كبير. انا كمان الحقيقه بلاقيها شيء مؤسف جدا للشباب اللي بيشتغلوا في الحاجات دي، يعني الشركات بتاخد الشباب دول تضيع وقتهم كمان، يعني هو لو اشتغل في حاجه مفيده تفيده، تفيد شركه، تفيد حاجه، لكن وضع الاتصالات دي واني اخد لسته اسماء معروفه او مشهوره او حد يبيع اللسته دي فيشتغلوا عليها، ده بقى شيء مزعج جدا. تعالوا كده نشوف تفاصيل ونشوف هذا الموضوع. خلينا نعرف راي دكتور محمد حمزه المحاضر الدولي والخبير القانوني في امن المعلومات. مساء الخير يا فندم دكتور محمد. مساء الفل يا فندم، ازي حضرتك؟ يعني اول سؤال كده نساله، اللي بيحصل ده قانوني؟ مستحيل. مستحيل طبعا. يعني انا ممكن ابلغ عن المتصل برقمه؟ بالطبع يا فندم. تمام. بالطبع. والموضوع بينظمه التشريعات والقوانين الحديثه في جمهوريه مصر العربيه المتعلقه بالنظام الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. تمام، لانه الحقيقه برضو بيندرج معاهم بعض الشركات اللي هي خاصه بحاجات ممكن تكون بتساعد ناس وانت مش عارف مدى مصداقيتها، يعني اهو اسم بيتصل ويقول يعني شركه او يقول عقار او يقول كومباوند وانت مش عارف مدى مصداقيتهم يعني. صحيح. احنا عندنا في هذا الشان في قانون اسمه قانون 175 لسنه 2018 بشان مكافحه جرائم تقنيه المعلومات. في احدى مواده كان المشرع قد تطرق لفكره ان لو حد ارسل لحد رسائل بكثافه بدون رغبته او بدون موافقته على ارسال هذه الرسائل بالشكل ده يعاقب بالحبس وبالغرض. ده رقم. طب انا هقف هنا برضو كمان، لانه احيانا بيجي للناس رسائل على الواتساب كتيره جدا، انا شركه كذا، انا جاهز مش عارف ايه، فانا يعني هذه الرسائل كمان مزعجه لان انت مش عارف مين الشخص ودخل لك امتى وبيبقى عارفك، يعني عارف هو باعت الرساله لمين. صحيح. في معظم في ناس بتبقى عارفه مين الشخص اللي بتبعت له من خلال الداتا اللي بتظهر له الاكونت بتاعه، وفي ناس بتبقى عارفه الاشخاص اللي لست معينه بتتباع زي ما حضرتك تقدمت وقلت في الانترو كده، ان في ناس فعلا بتجمع الداتا دي وبتبيعها على حسب كاتيجوريز معينه وفئات معينه وطبقات معينه من المجتمع، وبحسب كل فئة هم بيقسموها في هذه الشركات عشان يكلموا كل فئة بحسب المستوى الاجتماعي اللي هم عايشين فيه. ودي الكارثة، يعني اللي هو تحس ان انت رقم تليفونك متباع بقى لكذا شركه، لان انت مش بيتصل بيك مثلا شركه واحده، انت ممكن في اليوم يتصل بيك 3 4 5. انا بقيت عارفه اي رقم غريب يبقى هو حد من العقارات، بس احيانا الناس بتضطر ترد، اللي عندها اولاد، اللي في مدرسه، اللي اهله قاعدين لوحدهم، المستشفى، يعني انت بتبقى برضو مش عارف، خايف يكون حد من اهلك او من عيلتك محتاجك واضطر يستخدم رقم انت ما تعرفوش، فهي دي برضو المشكله يعني. صحيح. وفي هذا الشان برضو المشرع ما انتناش وعمل لنا تشريع خاص بحمايه البيانات الشخصيه. طيب احنا خلينا برضو نرجع ناكد على الناس، اذا اللي بيتصل دول انا من حقي ان انا يعني بالظبط استخدم حقي القانوني في اني يعني اوقف الاتصالات دي. الحاجه الثانيه انه ما ينفعش ان حد يبيع أرقام أو إن حد يدخل لك على يعني على الواتساب أو على الرسائل بتاعتك ويستخدم هذا، يعني كل هذا مجرم طبقا للقانون. طبقا للقانون المصري. القانون المصري أكيد. إحنا عندنا القانون الثاني اسمه قانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية. والحقيقة إن المشرع في هذا القانون أفرد فصلا كاملا بيتكلم فيه عن فكرة التسويق الإلكتروني. وفكرة الشركات ازاي احنا نتعامل مع شركات، سواء احنا كنا بنتسوق الكترونيا اللي هو بنعمل شوبينج، او سواء ناحيه التسويق الالكتروني الناس اللي هي بتروج لسلعها او منتجاتها او خدماتها. فالمشرع بدا في القانون يعرف يعني ايه بيانات شخصيه، وقايل ان البيانات الشخصيه هي كل ما يخص الشخص مننا، سواء صوته او صورته او رقم بطاقته او رقم الائتمان الخاص بيه او الداتا الخاصه بيه، او كان من ضمن الحاجات دي ارقام تليفوناته. وبما ان القانون بيحمي هذه البيانات الشخصيه من ان اي حد يعتدي عليها، فافرض ليها برضه عقوبات ان اي حد يستخدم البيانات دي دون موافقه شخصيه مني انا
انا لما اديك رقم تليفوني في اي مكان. اه طبعا، يعني انا لما اكون على اتصال بشركه عقارات معينه ان انا مثلا عندي رغبه في الشراء فيحصل تبادل بيني وبينهم في ارقامي، ده كلام تاني. ولكن فكره انه يقتحم عليا يعني طول الوقت بأرقامه هو ويبقى طول الوقت بيتصل، يعني هنا المشكله. هذا مجرم ويعاقب عليه القانون. ولو ثبت انه مثلا في شركه بعينها او شركات بعينها بتشتري اسماء الناس دي، فده مجرم قانونا تماما. عايز اقول لحضرتك ان كمان لو انا اديت له الرقم بموافقتي في مره ليستخدمه في غرض معين وهذا الغرض قد انتهى منه، ما يقدرش يستخدم الرقم في حاجه ثانيه غير الغرض الاولاني. فكمان عشان ما حدش يفكر فعلا يعني لو حصل على الرقم باتفاق ما بيني وما بينه للاستخدام فهو قاصر على هذا الاتفاق فقط. ممتاز، هو ده بالظبط كده، ما ينفعش ان هو يستخدمه لاي غرض اخر في اي وقت ثاني. خلاص، يبقى اذا كانت مجرمه بالقانون يبقى ان ننفذ القانون او ان نحترم القانون او ان الناس تحترم خصوصيات الاخرين. اشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد حمزه، المحاضر الدولي والخبير القانوني في امن المعلومات. يعني يبدو ان احنا لو اشتغلنا على الموضوع ده كلنا وقلنا يا جماعه ما ينفعش كده ان انت رقم ما تعرفوش، فانت يعني ده اقتحام لخصوصيات الناس، لانك مش عارف كمان الطرف الثاني موجود في اي وضع، ربما يكون منتظر تليفون مهم، ربما اي شيء. فما ينفعش ان انت هذا الاقتحام لانه يعني ما هو غير مؤهل. لا، وخلاص خلينا عارفين اللي عايز يشتري عقار او عايز يشتري حاجه كبيره او مش هيستنى حد يكلمه في التليفون، هو هيكون سعى وراح وشاف بعينه، هيبقى مش محتاج. يبدو ان الشركات دي لازم تراجع نفسها، ويبدو كمان ان احنا كمواطنين نعرف حقنا، ده دورنا في الاعلام ان احنا نقول لحضراتكم بالقانون من حقك انك توقف يعني هذه الشركات على الاتصال بك، وبالقانون هو مجرم طبقا للقانون المصري. حاولنا ان احنا نوضح ده لحضراتكم علشان يتوقفون عن الازعاج. لكن خلونا نروح لفاصل، ما زلنا بنتابع معكم مباراة مصر والمنتخبنا القومي وبوركينا فاسو حتى الآن 2-0. تريزيجيه يعني يحقق النصر المصري من خلال يعني جاب جولين الحقيقة، واحد في الدقيقة 3 واحد في الدقيقة 7. في انتظار المزيد وليه لا، فاصل ونتواصل. في اكتر من ترند دلوقتي لو احنا بنتكلم من ناحيه السايبر سكيورتي، من ضمنهم اللي كنا لسه بنتكلم عنه دلوقتي الجزء الخاص بالجنريتيف اي اي، حاجه زي شات جي بي تي، زي جيميناي، زي غيرهم. في تولز كمان بدات ان هي تبقى موجوده على مستوى التكنولوجيا عموما، الناس بتبدا تستخدمها، سواء الناس بتستخدمها استخدام عادي زي الهوم يوزر او كده، وفي استخدامات تانية بتتم من خلال الاتاكرز اللي احنا بنقول عليهم، اللي بيبدا ان هو يهدد امن ناس تانية وهكذا. ده جزء من الديسكشنز اللي كانت موجوده. جزء تاني من الديسكشنز اللي تمت برضو كان خاص بازاي ان احنا نينيبل او ان احنا ندرب الجيل اللي طالع ان هو يبقى جاهز للجزء الخاص بالسايبر سكيورتي او جاهز للتكنولوجي اللي جايه. كان ليا الشرف ان انا احضر ورشه عمل لمجال الطاقه، واتكلمنا في التحديات بتاعتها واتكلمنا في الانجازات اللي حصلت في هذا المجال، وطبعا مجهود عظيم جدا ومشرف. حضرنا برضو ورشة عمل بتتكلم في مجال الأمن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ومخاطره برضو، وكان برضو فيها يعني مناقشات مفيدة جدا في المجالين، يعني إيه المخاطر وإيه التحديات بتاعته وإيه الفوائد بتاعة مجال الذكاء الاصطناعي. أنت الأحداث دايما بتخليك تتطور، بتتعلم منها. فاحنا كنا في الاول خالص كانت لسه ما فيش حاجات ديجيتال كتير في البلد، فكان موضوع امن المعلومات شويه هو يعني بيسموه لاكشري كده. مع التطور بتاع الهجمات اللي بتحصل، مع احنا كمان في الشرق الاوسط النهارده منطقه ملتهبه جدا، فبالتالي في النهارده صراعات كتير بتحصل. الصراعات دي بترفلكت على
موضوع أمن المعلومات، فبدأ النهاردة الفكر المصري عمال يتطور كل سنة عن سنة بعدها. عندما نتحدث وصلنا إلى أين فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية التي تعرض لها الدول العربية؟ نحن رأينا هناك هجوم منظم على مجموعة من المؤسسات الحرجة في الدول العربية، سيما قطاعات النفط والغاز، التي أدت إلى خسائر مالية كبيرة جدا، بالإضافة إلى تعطل خدمات كثير من هذه المؤسسات. فبطبيعة الحال أصبح اليوم مشهد الهجوم الإلكتروني يعني يكلف الاقتصادات العالمية خسائر كبيرة قدرت بأكثر من 627 مليار، ويتوقع أن تصل إلى هذا الرقم في عام 2025. الإجراءات طبعاً بتتكلم على أهمية دور الأمن السيبراني والأمن القومي العربي، وبتتكلم على تفعيل التعاون الدولي ما بين الدول، وطبعاً في مراحل لاحقة هيكون في محاولة لوضع معايير موحدة للدول العربية لفكرة أمن المعلومات، ولا سيما في القطاعات الحرجة زي قطاعات البنية التحتية الحرجة، الكهرباء، البترول، المياه، الخدمات الطبية والبنكية وما إلى ذلك. أهلا أهلا بحضراتكم، يعني ما زلنا بنتابع معكم كمان مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو اللي بيتقدم فيها منتخبنا الوطني ب2-0. حقق طبعا تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة 3 والهدف الثاني في الدقيقة 7، وده طبعا بيأهلنا الحقيقة بشكل كويس جدا لكأس العالم، وخصوصا لما نروح نقابل غينيا بيساو. خليني أخذ مزيد من التفاصيل مع الناقد الرياضي بجريدة الوطن محمد يحيى. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير على حضرتك. يعني خلينا ناخدك سريعا قبل بداية الشوط الثاني ونقول إنه أول مرة نشوف المنتخب يعني بينزل بخطة هجومية، فكرتنا كده بكابتن حسن شحاتة، يبدو إنه حسام حسن ماشي على نفس النهج. بصي يعني خلينا الأول نقول يعني إن شاء الله ربنا يكملها على خير يا رب. المنتخب بإذن الله نخلص المباراة دي بنتيجة أكبر من كده كمان وأكتر من كده علشان نقدر احنا أكيد مش بنقاطع، بس احنا فرحانين جدا يعني. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكملها على خير. وعايز أقول لك كابتن حسام حسن بصراحة الراجل ده الراجل المناسب في المكان المناسب، لأن كم الضغط اللي بيتعرض ليه كبير جدا، تصدير مشاكل، إن عنده خلاف مع لعيبة، إن عنده بتاع أي صحيح. مدرب تاني. طيب علشان الوقت وأنا عارفة أن أنت هتتفرج سريع، يعني أنا متأكدة خلينا من الخلافات، خلينا نتكلم على اللي حاصل دلوقتي. أولا جمهور عريض جدا، خليني أقول التألق اللي موجود فيه تريزيجيه، كنت تتوقع هذا التألق ويحقق الهدفين؟ لا بص، تريزيجيه اتغير مركزه النهاردة. تريزيجيه المفروض أنه هو بيلعب جناح ناحية الشمال، ولكن النهاردة كابتن حسام بسبب الإصابة بتاعت أحمد فتوح وعدم جاهزية أي لاعب تاني اضطر انه يلعب بتريزيجيه ناحية الشمال كباك شمال أو كوينج باك شمال، يعني هو غير طريقة اللعب تماما، بدل ما كنا بنلعب بأربع لعيبة مدافعين بقينا بنلعب بثلاثة بس، مع الاثنين اللي في وسط الملعب اللي هم تريزيجيه ومحمد هاني بيغطوا ناحية الباك رايت والباك ليفت. فبالتالي هنا يعني كابتن حسام عمل تغييرة جابت ثمارها، ان تريزيجيه رغم تغييرة مركزه بيسجل هدفين النهاردة، والثقة الكبيرة اللي هو واخدها من كابتن حسام من بداية تعيينه اتكلم عليه كويس جدا، وكان معاه في المؤتمر الصحفي قبل المباراة. فتريزيجيه النهاردة بيرد الجميل بيرد بشكل. طيب كنت تتوقع يعني فكرة، احنا دايما احنا كجمهور بقى يعني خليني اتكلم بلسان الجمهور، احنا كجمهور كنا يعني بنقعد ندعي ونتمنى على بس كورة يبقى فيها هجوم، لكن الحقيقة المنتخب فاجئنا يعني في خطة هجومية مختلفة. خليني اقول لحضرتك ان الجمهور، تواجد الجمهور المصري زي ما حضرتك بتكلمي بلسانه، تواجد الجمهور النهارده بالكثافه الكبيره دي ما شفناهوش من فتره كبيره. صحيح. استاد القاهره الملعب الرسمي بتاع منتخب مصر، فبالتالي هنا اللعيبه بتستعيد روحها مره ثانيه، عشان كده لعبت بروح النهارده، شفنا اللعيبه عايزه تروح للجون اكتر، رغم ان احنا مسجلين هدفين ولكن مضيعين حوالي 3 أو 4 اهداف ثانيين. صحيح. كده بقول لك ان احنا الشوط الثاني هنقدر، عندنا فرص رائعه فعلا كتيره كانت. محمد صلاح كان عنده كورتين، امام عاشور اكتر من لاعب كان عنده فرص ان هو يسجل، ولكن زي ما بقول لحضرتك الروح بتاعه الجمهور هي السر في قوه منتخب مصر النهارده، وتغير شكل منتخب مصر للاحسن. التألق اللي فيه امام عاشور وزيزو والحقيقه اكتر من حد، انت شايف انه ايضا هو ده مكسب فكره الهجوم ومكسب فكره انه الدنيا مختلفه يعني؟
لا مكسب فكره كابتن حسام حسن اللي رفع عن طبعا فكرته وافكاره ان هو يلعب باللعيبه دي، انه عمل معسكر بدري فقدر ان هو يعمل تجانس وانسجام ما بين اللعيبه دي وبعضها عشان نقدر منتخب مصر الحلم الاكبر بالنسبه لنا هو كاس العالم. فطبعا الفوز النهارده بيقربنا خطوه، ان شاء الله الفوز يوم الاثنين على غينيا بيساو يقربنا خطوتين ثلاثه ان شاء الله، لان النتائج كمان بتاعه المجموعه ماشيه في صالح منتخب مصر الحمد لله ان احنا نضمن مبكرا التاهل لكاس العالم 2026 ان شاء الله. اكيد اكيد نتمنى الخير ونتمنى ان النتيجه ان شاء الله تكون اكتر من كده. في الصوت الثاني كابتن محمد يحيى الناقد الرياضي بجريده الوطن، اشكرك شكرا جزيلا. اكيد كلنا انتم متابعين، هيبدا الصوت الثاني وان شاء الله منتظرين يعني بهذا الهجوم والتالق والحماس اللي موجود من اللعيبه كابتن حسام حسن وطبعا الجمهور العظيم المحترم اللي واقف ورا المنتخب في كل مكان. طيب خلينا نرجع لاخبارنا، هنفضل نتابع مع حضراتكم على طول يعني كل النتيجة أول بأول. خلينا نقول أنه أكملت الهيئة العامة للاستعلامات مشروعا ضخما للتحول الرقمي من أجل إنقاذ ثروة كبيرة من الوثائق والمصادر المصورة سينمائيا والمكتوبة بتتضمن سجلا تاريخيا للأحداث السياسية والاجتماعية والثقافية في مصر، وده شيء الحقيقة محترم جدا. وده طبعا من إمتى؟ منذ عام 1952. وكذلك لأنتوا عارفين الحقبة دي الحقيقة مليئة بأحداث مصر وتاريخها الحديث وكل يعني ما تم في هذه الحقبة الحقيقة كنوز. وكذلك أيضا من أجل امتلاك وتطوير أدوات رقمية حديثة لمخاطبة الرأي العام العالمي. المشروع في مرحلته الأولى بيتضمن طبعا التحويل الرقمي لمجلة مصر السينمائية، وهي بالفعل مجلة بتضم أرشيف مرئي تاريخي لمصر، وطبعا هذا الأرشيف لا يقدر بأي ثمن الحقيقة. خليني أخذ مزيد من التفاصيل معي مهندس محمد فؤاد رئيس القطاع الهندسي بمدينة الإنتاج الإعلامي. مساء الخير مهندس محمد. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ مساء الخير على حضرتك. يعني كلمني على هذا المشروع اللي هسميه مشروع محترم، لانه الحقيقه هيبقى كنز كبير انه يحفظ يعني ذاكره مصر السينمائيه والتاريخيه والاجتماعيه بشكل كبير في الحقبه من سنه 1952. اتفضل. هو احنا اول تعاقد احنا عملناه ابتدينا فيه مع هيئه الاستعلامات كان 2018. تمام. احنا ابتدينا مع هيئه الاستعلامات بجريده مصر السينمائيه. الجريده مصر السينمائيه دي مملوكه للهيئه العامه للاستعلامات، دي بتأرخ لحقبه تاريخيه حول علاقات مصر مع محيطها العربي والعالمي. تمام. حوالي 500 ساعه من الاشرطه السينمائيه. دي الجريده مصر السينمائيه دي بتبتدي تقريبا بدايتها كانت 1934. طبعا احنا ابتدينا فيها ان احنا نعمل عمليه ترميم وتصحيح لكافة الشرائط اللي موجودة. الشرائط كانت جاية في حالة صعبة جدا. ابتدينا المراحل اللي بنتم فيها، ابتدينا احنا نعمل لها اول حاجة الترميم بعد الترميم الاولاني اللي هو بعدة مراحل. المرحلة الاولى ان احنا بنشوفه يدويا. تمام. لان انت عارفة الافلام السينما دي بتتحلل مع مرور الزمن. صحيح. فاول حاجة بتبص عليها الترميم اليدوي، بنشوف الاجزاء التالفة، بنحاول نصلحها، بعد كده بندخلها على مكنه غسيل الافلام. المكنه دي من احدث المكنات، جايبينها من امريكا، بتغسل اورجانيك مش كيماوي عشان طبعا صحه العاملين اللي عندنا في المدينه. صحيح. بعد كده بندخل على حاجه اسمها المسح الضوئي، دي اكننا بنصور الفيلم من اول وجديد. طب كم ساعة يا فندم بقى تم الافلام كلها بتاعت جريده مصر السينمائيه اكتر من 500 ساعة. ده رقم كبير. رقم كبير. لا حضرتك، لو بصراحة الواحد كان سعيد وهو بيشتغل في الشغلانة دي، لان فعلا حاجة بتسعد الواحد وهو بيشتغل بيشوف تاريخ مصر وبيشوف قد ايه قدرات مصر وعظمتها. طبعا انت مش بس انت بتشوف تاريخ مصر وبتشوف حالها وحال افرادها، وبتشوف كمان كميه الابداع اللي كانت موجوده، كميه الافكار، كميه المجهود. يعني الحقيقه حاجه مشرفه جدا يعني. جدا الواحد كان بصراحه بيبقى سعيد جدا وهو بيتفرج عليها. يعني كنا بنشتغل بحب في الشغلانه دي، لان انا حاسس قد ايه يعني لا احنا كويسين قوي، احنا يعني جامدين قوي. طب يعني استغرق قد ايه وقت؟ يعني احنا اشتغلنا في جريده مصر السينمائيه دي حوالي 3 سنين.
لانها هي لان حوالي 5000 وشويه شريط، ولازم نطلعهم الجوده اللي احنا نرضى عنها. طب وهل بقى هتبقى بعد كده موجوده في دور العرض زي ما كانت زمان الناس كانت تتفرج على حاجات حلوه ويعني وممكن كمان تبقى موجوده على مثلا مواقع زي واتشت مثلا، تبقى موجوده مثلا عندنا في تلفزيون نشوف منها اجزاء، هل هتبقى متوفره بهذا الشكل؟ هو الجريده المصريه السينمائيه دي مملوكه لهيئه الاستعلامات. تمام. يعني هيئه الاستعلامات بقى المفروض تفرجنا على الحاجات دي بالظبط، يعني عايزين نشوفها. الشباب الصغير، الشباب احنا كنا زمان بنخش السينما فنلاقي قبل الفيلم ايوه بنحب الجزء ده نتفرج عليه بالظبط، كانت حاجه جميله جدا. فهو دي بتخلينا حتى الارتباط مع البلد بتخلي الواحد سعيد جدا. عموما نتمنى ان شاء الله ان انتوا تنتهوا ونعرف كمان اهم الاشياء ويطلع منها عناوين مهمه جدا. يعني شايفه كده انا شويه حاجات وشويه صور، يعني الحقيقه احنا بنتكلم على زعماء، بنتكلم على يعني ده يعني زعماء، الزعيم جمال عبد الناصر، الزعيم انور السادات، بنتكلم على تاريخ كبير مر على مصر، بنتكلم على حقب، بنتكلم عن يعني وطن، عن شعب، عن افكار، عن حياه اجتماعيه، حياه سينمائيه. يعني الحقيقه هتبقى حاله بديعه بشكل كبير. يعني دي حاجات جميله جدا. ده في حتى زياره الملك عبد العزيز للملك فاروق، زياره جوزيف تيتو لمصر، بصراحه حاجات كلها، وزياره جمال عبد الناصر، استاذ جمال عبد الناصر ليوغوسلافيا، كلها حاجات الواحد بيتفرج عليها طبعا سعيد قد ايه بعظمه مصر بصراحه. كمان احنا يمكن بنشوف دلوقتي الصوره قبل وبعد الترميم، يعني الادوات كمان بيبين قد ايه مصر كانت في هذه المجالات بتشتغل على يعني ادوات ازاي. انت بتشوف كمان التطور التقني عامل ازاي، يعني من اول الشريط الطويل اللي كان بيلف على المكان ده لحد دلوقتي ده، فتعرف مصر قد ايه يعني الحقيقه كانت موجوده في حقب كثيره جدا، يعني من 1934 يعني من بدايات التاريخ، يعني طبعا زينا زي هوليود، زي بوليود طبعا طبعا. يعني على الاقل هنشوف حاجات مثلا افكار من السينما، السينما كانت موجوده في التوقيت ده ومن قبله، يعني من العشرينات كمان، يعني فده ان شاء الله يبقى شيء الحقيقه جميل، مشروع محترم، نتمنى التوفيق ونتمنى ان شاء الله الانجاز ونستمتع به جميعا، ويبقى هو الزاد والزواد بالنسبة لهذا الكنز الكبير. أشكرك شكرا جزيلا مهندس محمد فؤاد، رئيس القطاع الهندسي باستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي. يعني كل ما نقدر الحقيقة نحافظ على تاريخنا، كل ما نقدر نحافظ على ما نملك، لأن عندنا حاجات حقيقة زي الكنز طول الوقت. طيب خلينا نروح للخبر ده. حقيقة قرار مثير للجدل أعلنته منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تويتر طبعا زي ما أنتوا كنتوا بتابعوها سابقا باسمها، كانت إنها هتسمح رسميا بنشر أي محتوى جنسي أو إباحي عبر منصتها. يعني كارثة كبيرة جدا هتواجهنا خلال الفترة اللي جاية. ليه؟ لأنه أطفالنا والمراهقين بيستخدموا منصات التواصل الاجتماعي، وهنا كل أب وأم يعني قدام تحدي، وهو ازاي امنع المواد الاباحيه انها توصل لابني وبنتي. يعني اذا كانت هي هتسمح بده او يعني لا تسمح بغض النظر، لكن احنا ازاي احنا هنعمل ايه؟ يعني ايه الموقف اللي احنا هنعمله؟ خليني اخد مداخله من مهندس احمد والي، رئيس قسم نقل البيانات باحدى شركات الاتصالات. مساء الخير يا فندم. مهندس احمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، تحياتي لحضرتك وكل المشاهدين المحترمين. اهلا بحضرتك. يعني كيف ترى هذا الخبر؟ هو الحقيقه هو الخبر يعني هو بس هو اللي كل اللي عامل انه حط تقنين للموضوع، هو الناس بس فهمته غلط، هو مش ما سمح بالحاجه، هو حط لها بوليسي او حط لها سياسه ان اي حد يحط محتوى زي كده زي ما يقولوا كده لازم يحط عليه علامه من بره، يبقى مبلغ ان ده محتوى غير مناسب، فبالتالي يتحط عليه علامه قبل الناس ما تخش عليه تبقى عارف ان ده محتوى غير مناسب، زي مثلا كلمه الكبار فقط في الافلام كده. فهو يعني مش سامح بيه، هو يعني قننه بس بالاخر. لكن المحتوى زي ما حضرتك قلت في المقدمه طبعا هي الفكره صعبه جدا، احنا في مجتمع محافظ ومجتمع انت عارف ان انا عقلي وانا بقرا، يعني عقلي ما عايز يمسح مش يسمح، يعني انا عايز استخدم يمسح طبعًا مش طبعًا يسمح. طيب يعني طبعًا. بس خليني اقول لحضرتك حاجه دلوقتي، انا
الأطفال الصغيرين مش هيهمه، مش هيقرا كلمة الكبار فقط. صحيح. أو بالعكس لما بيلاقوا بيقول لك مثلا أندر 16 أو أوفر 18 أو يعني تحت 16، بالعكس بيبقى عندهم فضول أكتر يعرف طب أنا ليه ما أدخلش. فالطفل هيعمل إيه؟ الطفل مش هينتبه قوي إن دي مش بتاعته ومش مسموح ليه، هو هيدخل يفتح. صحيح صحيح، هي دي المشكله زي ما حضرتك قلت في المقدمه. واحنا يعني الاهالي ممكن تسيطر على الاولاد لغايه مثلا سن 11 12 13 سنه، بعد كده بيبقى السيطره عليهم صعبه. ممكن ازاي الاهالي تتعامل مع هذا الموضوع؟ ان هم اولا يتاكدوا بس ان هم اولادهم بيفتحوا الحساب بتاع اكس او تويتر يحطوا اعمارهم الحقيقيه، لان هو في حاجات كده كده تويتر مش بيسمح بيها اقل من عمر معين. فلا انا ابني وهو بيعمل الحساب بتاعه على تويتر لو كتب عمره الحقيقي ان هو 7 سنين 8 سنين 9 سنين، تويتر اوتوماتيك مش هطلع له الحاجات دي. فاتاكد ان ابني هو بيفتح الحساب يحط عمره الحقيقي، ما يحطش ان عنده مثلا 20 سنه، ما يحطش وهو عنده 9 سنين يقوم كاتب 20 سنه فيطلع له المحتوى الثاني. الحاجة الثانية ان في الاعدادات بتاعة تويتر، انا ممكن برضو ادخل على الاعدادات بتاعة التويتر بتاع ابني اللي هو هيدخل عليه، وفي الاعدادات قسم ان انا اللي هو الخصوصية، وفي حاجة اسمها يعني انا ادخل على تليفون ابني واشيل الاعدادات، يعني اظبط انا السن. طب انا عايز اقول لحضرتك حاجة، الاطفال في المدارس معهم تليفونات. صحيح. وبيدخلوا هم نفسهم، لو انت شلت حاجة هو بيمنعها. صحيح. في بقى لو انا زي حضرتك قلتي انا ممكن ادخل اغير اعداداتي، هو داخل تاني مغيرها مرجعها تاني ويفتح اللي هو عايز يفتحه. في تطبيقات تانية انا ممكن انزلها من على المتاجر اللي هي جوجل بلاي والابل ستور، دي بتخليني بتمنع اي محتوى غير مناسب. صح. باي شكل، سواء بيظهر في البحث مثلا بتاع جوجل او بيظهر على التطبيقات. او هل ينفع كمان يا باشمهندس انه يعني علشان ابني ينزل اي حاجه او اي اكونت يكون كل الحسابات باسمي انا، فهو لما هينزل مش هيعرف ينزل، لان لازم انا اللي احط ال يعني انا اللي احط الحساب او انا اللي اسمح بده، فبالتالي هو ما يعرفش ينزل. هو ده ممكن، بس ده هينفع في بعض التطبيقات الثانيه. لا بالزبط. يعني حتى الحساب بتاعي فهو ممكن يخش تحت الحساب بتاعي برضه يعني يوصل للي هو عايزه، لكن احسن حاجه انا انزل تطبيق يمنع الحاجات دي، اكتب بس على اي متجر اللي هو بارنتال كنترول تشيلدرن بروتكشن اي. أيوة حاجه. صح. من الحاجات دي هيطلع لي تطبيقات كتير، في منها بفلوس في منها مجاني، وفي تطبيقات بقى بس دي يعني ما اعرفش الاجيال الجديده هتتقبلها ولا لا، ان انا ابقى عامل فول كنترول على الموبايل بتاع ابني، انا شايف هو بيفتح ايه وما فتحش ايه، كاني قاعد معاه على الموبايل بالظبط. فده لو عايز يعني اشدد الرقابه قوي ممكن اعمل كده، بس انا ما اعرفش بقى يعني تربويا ده الاجيال الجديده هتتقبلها. لا والمشكله كمان انه في، خليني اقول لحضرتك انه احيانا بتلاقي الاطفال هم اللي بيعملوا التطبيقات لاهاليهم مش العكس. طبعا طبعا يعني بتلاقي الاجيال الجديده ما شاء الله، الاجيال الجديده ما شاء الله يعني هي اللي بتعرف تظبط يعني. بالظبط. لكن انا لو عايز اتحكم تماما في موبايل ابني في تطبيقات ممكن انزلها كاني قاعد معاه على الموبايل بالظبط. صحيح. اي حاجه هيفتحها انا هعرفها اول باول وهتبقى انا مهتم. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس احمد ولي رئيس قسم نقل البيانات باحدى شركات الاتصالات. اللي انا اقدر اقوله لكم الحقيقه في مساله، لانه فكره ان انا امنعه والموبايل ما بقتش الحقيقه بتنفع، لان الولاد معاهم الموبايلات في كل مكان، في المدرسه وفي الشارع وفي النادي زي ما احنا بنشوف. لكن هي فكره التربيه، فكره ان انا اتكلم مع اولادي، فكره ان انا حتى اقول له يعني ايه خطوره ان انا اتعرض ل يعني هذه المواقع الاباحيه، يعني فكره ان انا ابقى في لغه حوار واقول له والله لو شفت حاجه تعالى قول لي، لو الحاجه دي هتضايقك تعالى نشيلها سوا لانه كذا وكذا وكذا وده مش هيبقى كويس ليك، لانه هو ممكن يتعرض لحاجات كده من خلال تليفون صديقه او من خلال اي مكان تاني. فبالتالي هي فكره الحوار في البيت، هو الحوار في البيت هو الحامي الدائم، يعني هو افضل شيء وهو الحامي الدائم اكتر من المنع. المنع بيخلي فيه رغبه عند بعض الاطفال وبعض الشباب المراهقين تحديدا انه يبقى عايز يعرف هو ليه ممنوع، او عايز يشوف العالم ده فيه ايه او ايه الحكايه، خصوصا ان الدنيا مفتوحه جدا، يعني احنا عايشين في عالم مفتوح بشكل كبير، ربنا يحفظ كل اولادنا. فمش هينفع غير العيله، وخصوصا الاهالي البسيطه اللي لسه تعليمها بسيط اللي ما عندهمش ادراك، هيبقى في اخت كبيره متعلمه، في اخ
كبير متعلم، في حد من أفراد العيلة الكبير متعلم. أنا كنت بشوف الحقيقة حد من أفراد العائلات الكبيرة ياخد مثلا الأولاد ويقعد يتكلم معاهم، وده اللي بيفرق. ممكن جدا المدارس تعملها مادات وتتكلم الحقيقة مع الأطفال بأنه ممكن نعمل إيه وما نعملش إيه، كل ده شيء وارد. هي فكرة التوعية والوعي، كل ما كان عندنا وعي في التعليم أو في الإعلام زي ما بنكلم حضراتكم إن أنتم تاخدوا بالكم، أو في المدارس وحتى في النوادي مراكز الثقافية، كل ده ممكن يساعد جدا الشباب بحيث يكون في نوع من الوعي ونعدي بيهم بسلام وأمان. هنروح فاصل، ولكن أنا عارفة أن حضراتكم متابعين مباراة منتخبنا القومي أمام بوركينا فاسو حتى الآن 2-0، وطبعا نتمنى إن شاء الله يعني في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه أرجع بعد الفاصل ألاقيها بقت 3-0. فاصل ونتواصل. الحقيقة احنا بنعدي بأيام حر جدا، ربنا يسلمكم ويسلمنا وتعدي على خير، ولازم ناخد بالنا من كل حاجة حتى في البيت. يعني انت في البيت لازم تاخد بالك، لو الدنيا حر عندك فيش اقفلها، عندك أماكن فيها كهرباء حاول تقفلها، يعني تأمن ان ما يكونش فيه حاجة متعرضة لسلوك علشان الحر الشديد ده. لكن الأيام دي كمان ناخد بالنا أكتر من العربيات، يعني احنا ساعات بنسيب في عربياتنا مثلا إزازة بارفان او ازازه عطر او الحاجات الرشاشه اللي بنعطر بيها الجو او اي حاجه بنسيبها مثلا في العربيه وبتتعرض للحراره. وده اللي اكد فيه ده لما شفنا فيديو منتشر على السوشيال ميديا لعربيه فارهه حاجه يعني رائعه جدا في احدى الدول العربيه اتفحمت، يعني تفحمت تماما بسبب زجاجه عطر كانت متسابه في العربيه. طب خطوره ده ممكن يبقى زي ما انتم شايفين الصوره اهي، يعني حاجة الحقيقة الواحد ما يصدقهاش إن معقولة يعني إزازة بارفان أو زجاجة عطر ممكن تكون السبب إن العربية يحصل يعني تولع بالشكل ده. وده السؤال اللي أنا عايزة أسأله دلوقتي، والصورة موجودة معانا مع أسأل دكتور خالد ابن الوليد عميد كلية علوم جامعة جنوب الوادي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا مدام شبكي، أخبار حضرتك؟ أنا الحمد لله بألف خير. يعني عايزين نطمن برضو لأنه إحنا عندنا درجة الحرارة الحقيقة عالية جدا اليومين دول، وبيحصل إن الناس ممكن تنسى حاجات، وأنت عارف عادة المصريين مش بس زجاجة العطر، هتلاقيه مثلا شال شوية زيت بتاع الموتور في الشنطة ورا، شايل مش عارفة شوية إيه علشان إيه ورا، فالحاجات دي هل فعلا ممكن تأدي للصورة اللي إحنا شايفينها دي على الشاشة؟ حضرتك تؤدي لده وأكتر كمان، لأنه كل العبوات زي العطور أو معطرات الجو أو الملمع أو المضاد للصدأ دي في الحقيقة مدام شبكي بتبقى عبارة عن غازات مضغوطة. صحيح. تبقى العبوة مليانة غاز. صحيح. تحت ضغط معين. الضغط ده يعني ألف به في الفيزياء أن الضغط بيزيد بزيادة درجة الحرارة. صحيح. درجة الحرارة داخل العربية ممكن تعدي 65 درجة. صحيح. وبالتالي الضغط هيزيد جامد داخل العبوة غير المواصفات اللي هي مصنوعة منها، فده ممكن يؤدي إلى أنها تنفجر. فالعبوة تنفجر فتمسك في أي حاجة في العربية. حضرتك، لأنه لو بحثنا عن المواد اللي داخلة في صناعة المعطرات والكلام ده، دي كلها مواد قابلة للاشتعال، فمع ارتفاع الضغط وانفجار العبوة المواد دي ممكن تشتعل. وزي صحيح. ما حضرتك عارفة العربية فيها الكراسي وغيره، طبعاً ده من القماش، ده من كذا، ده من كذا، ده بلس انه العربية اساسا فيها يا سولار يا بنزين يا غيره، طبعاً. فده كله ناقصة، هي العربية لوحدها في الحر لوحدها قنبلة موقوتة في الحر ده، هي العربية لوحدها. حصل حضرتك، وعشان كده يفضل ان احنا ما نسيبش ايا من هذه العبوات داخل السيارات بتاعتنا، لانه في معظم الاحيان احنا بنسيبها في اماكن بتبقى معرضة للشمس. صحيح. التعرض المباشر، فممكن تحصل الصورة اللي حضرتك شايفاها دي بسهولة جدا جدا جدا، وتقريبا العربية خلاص مش فاضل فيها اي حاجة خالص تماما. يعني الحقيقة يعني الصورة موضحة، يعني العربية منتهية. يعني عموما خلينا ربنا يسلم الناس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور خالد ابن الوليد عميد كلية علوم جامعة جنوب الوادي. كمان تاخدوا بال حضراتكم من الأيام اللي جاية، الناس اللي بتستعد وبتسافر وعلى الطريق، يعني كل ما نبعد عن فترات اللي فيها الشمس الحقيقة قاسية جدا، يا إما نسافر الصبح
قوي او بعد الظهر يعني يكون افضل عشان ما يبقاش حر، لو معاكم كمان مواد وحاجات كده، وان شاء الله ربنا يسلم الجميع. اللي عنده بقى حاجه في العربيه لازم يبص عليها، الساده السائقين كمان يبصوا في عربياتهم ايه اللي موجود، الحاجات ما يتسابش اي حاجه ممكن تبقى معرضه للانفجار. بشكرك شكرا جزيلا. خليني اروح مع حضراتكم كمان لمطرانيه الاقباط الارثوذكسيه الحقيقه بمركز صملوط شمال المينيا اليوم الخميس 6 يونيو بدء احتفالات قدوم العائلة المقدسة لدير جبل طير شرق النيل، واللي بتستمر حتى 13 يونيو. بيتردد عليها أكثر من 2 مليون مواطن من جميع الطوائف داخل وخارج مصر في ملتقى بيعبر الحقيقة عن الروح الوطنية. الحقيقة شيء جميل جدا. وأكدت كمان مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز صملوط إقامة الاحتفالية خلال الفترة من 6 يونيو المقبل وحتى 13 يونيو لارتباط الموعد بعيد القيامة المجيد ودخول العائلة المقدسة في المنطقة. ودايما في الأسبوع الخامس من انطلاق الاحتفالات العيد وخلال الفترة الخمسين يوم واللي بتعلن فيها الكنيسة فرحتها كمان بالعيد. خلينا ناخد يعني مداخلة من القس تأوفليس كاهن مسؤول في دير السيدة العذراء جبل الطير. مساء الخير يا فندم. كل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. كل سنة دايما ومصر دايما كلها بخير ودايما عايشة في سلام وفي محبة وفي وئام. أكيد. عندنا هنا احتفالات دير العذراء بدير جبل الطير، بيتجمع عندنا ما يقرب من 2 مليون مسيحي ومسلم داخل أسوار البلد. الكل طبعا بيأتي من بقاع العالم كله سواء مصريين أو خارج مصر، يتبارك من المكان الذي لجأت إليه العائلة المقدسة وأقامت فيه 3 أيام. صحيح. الحقيقة يعني يبدو من الصور طبعا الجمال اللي موجود، وكلمنا أكتر على هذه الاحتفالات. يعني في كل عام الحقيقة الاحتفالات بتبقى كمان أكبر وفي يعني اهتمام أكتر وتطوير أكتر. هو طبعا حضرتك في بس ملاحظة أن الاحتفالات بتنتهي بخميس صعود ربنا يسوع المسيح وليس عيد القيامة. تمام. يعني فالاحتفالات بتبدأ حضرتك من يوم 6/6 تنتهي 13/6 على أسبوع كامل. أسبوع كامل، تمام. والكنيسة عندنا بتتميز بالمغارة اللي هي لجأت ليها العائلة المقدسة وأقامت فيها 3 أيام متتالية. تمام. والكنيسة عبارة عن صخرة منحوتة في الجبل. ما واضح في الصورة الحقيقة جميلة وشيء جميل يعني الحقيقة يعني واضح جدا يعني من جمال الصورة. يعني ربنا يبارك وإن شاء الله الجميل الجميع كده يستمتع وتبقى احتفالات رائعة وجميلة بإذن الله. وعندنا حضرتك طبعا فندق العائلة المقدسة ده بيتجمع سياح وأجانب ومصريين من داخل مصر ومن خارج مصر ايضا، بيستقبل كل اللي بيحاولوا ان هم يجوا عندنا ويتباركوا من المكان، وبيسكنوا في الفندق مده الاسبوع كامل. اكيد يعني نتمنى لكم كل الاحتفالات تبقى حلوه والناس تسعد الحقيقه وتقضي وقت الحقيقه يعني يبقى وقت جميل باذن الله. كل سنه وانتم طيبين ودايما كده قائمين على هذه الاحتفالات ونبقى كلنا في وئام زي ما حضرتك قلت. ويعني كلنا الحقيقه يمكن الايام المقبله باذن الله كلها احتفالات دينيه الحقيقه يعني مسيحيه واسلاميه، وتفضل الاحتفالات دايما كلنا مع بعض. بشكرك شكرا جزيلا. القس تأوفليس كاهن مسؤول في دير السيده العذراء جبل الطير، كل سنه وانتم طيبين وشكرا على يعني هذه المداخله. فاصل وهرجع اكمل مع حضراتكم بعد الفاصل لقاء هنتكلم عن فنان عظيم، فنان عظيم بجد.
فنان قدم أدوار كتيرة جدا وأسعدنا جميعا وليه كيان في السينما لوحده، ليه كده يعني مكانة خاصة بيه جدا، فنان العظيم عبد المنعم إبراهيم اللي هنتكلم عليه من تكريمه من مئويته. يعني أنا هبقى سعيدة جدا وإحنا يعني بنستضيف كمان السيدة سهيرة عبد المنعم إبراهيم ونتكلم عن فنان بهذه القيمة. مباراة مصر منتخب مصر وبوركينا فاسو، فاسو الحقيقة يمكن بوركينا جابت جول ولكن لسه النتيجة لصالح مصر 2-1. نتمنى الخير لمنتخبنا القومي. فاصل ونكمل مع حضراتكم فقرات التاسعة. الحياة حلوة وجميلة وتستحق إن الواحد يعيشها. عبد المنعم إبراهيم فنان مختلف، فنان رائع، فنان في مكانة مختلفة طول الوقت، فنان ما تعرفش يعني ما تعرفش تقول يعني دور إيه أحسن من دور إيه، عمل حاجات كتير قوي. خلي كلامي يكون مزيد من تفاصيله مع ضيفة التاسعة الآن الأستاذة سهيرة عبد المنعم إبراهيم ابنة الفنان عبد المنعم إبراهيم. مساء الخير ومنورانا. مساء الخير. أنت دموع يعني ذكريات قلب بقى طبعا. يفضل الأب أب مهما كان صح؟ اه فعلا. يعني من الكلام كان فن، كان إنسان جميل، كان أب حنون قوي قوي. ما كانش لا من الأبهات الشديدة قوي ولا من يعني اللي سايبة يعني، بس كان أب جميل. مش متواجد كتير في البيت إلا يوم الأجازة يوم الجمعة، بس برضو كنا بس كان بيراعي أطفاله يعني. اللي عرفته إنه والدة حضرتك توفت مبكرا جدا. كانت أكبر واحدة فينا سمية 10 سنين وطارق الله يرحمه كان 2 سنين، فحطينا في داخلي في مدرسة في مدرستنا يعني سنة. بعدين اتجوز ماما عايدة اللبنانية، هي بقى اللي ربتنا، هي اللي تولت تربيتنا وجابتني فين مريم. ايوه فبقيتوا عيله كبيره. واللي عرفته انه اخوه كمان ترك اولاده. لا اخوه ما كانش متجوز، وكانوا اخواته كانوا 4. فاذا عبد المنعم ابراهيم ما كانش مجرد فنان كوميدي، ده كان يعني عنده قصص وحكايات. عيله كبيره عيله كبيره جدا يعني. وبعديها برضو توفى جوز اخته، كان برضو بيشرف على تربيتهم 6 اولاد. عبد المنعم ابراهيم يعني كفنان تعودنا عليه خفه الدم، اللطافه، قدم ادوار كتير، واضح ان هو كان عاشق لعمله. يعني انا عرفت ان هو بعد ما يعني 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 كان عشقه للمسرح في البدايه. طبعا من مسرح زكي طليمات لاسماعيل ياسين. وبعد كده يعني بدا بقى اعماله من الخمسينات سينما. وبعد كده تلاها التلفزيون وبعدين يعني سينما. ايه اكتر حاجه يعني ايه اكتر يعني ايه الادوار اللي كان نفسه يعملها وما عملهاش، وايه الادوار اللي هو حس ان هو كان سعيد بيها لما كان يتابعها كان يبقى مبسوط؟ كان بيتابع مثلا التلفزيون، يجيب يوم الاجازه فيلم ليه من الثلاثيه ولا، كان يقعد يتفرج عليه ويتفرج عليه سعيد تاني. جدا طبعا ويبقى مبسوط. المسرحيات بقى كان نفسه يعمل البخيل لمولير، بعدين ما قدرش يعمل، ما لحقش يعني. مين اصحاب الفنان عبد المنعم ابراهيم؟ اصحابه كان له الاستاذ المخرج محمد عبد العزيز. وكان لي واحد تاني الاستاذ علي نصر الله يرحمهم بقى الاثنين، كان في مسرح العرايس. يعني هو لما ما يكونش عنده دور بيعمله، ما يكونش بيمثل، كان بيعمل ايه؟ لا كان يتغدى مثلا وينام شويه ويصحى ياخد قهوته وينزل. يروح بقى، كان في واحد صاحبه اسمه انكل علي شادي بتاع عربيات، كان يروح يقعد معاه. حد خارج الوسط بقى، يلموا بقى الصحاب كلهم ويقعدوا مع بعض. طيب يعني اولا كان منشغل جدا، عمل افلام كتير قوي. مثل ادوار كتيره جدا يعني وادوار مختلفه، كوميدي ودراما ودمه خفيف. هو بقى عبد المنعم ابراهيم جوه البيت، هو مين في الادوار دي؟ شبه مين في الادوار اللي عملها؟ لا هو شبه عم ادم. يعني لما كبر بقى يعني شايل هم حاجات كتير، عايز يعني يرضي ناس كتير.
دايما دايما بنشوف الكوميديان يعني ما بنشوفه على الشاشه بخف الدم، لكن في البيت كان عنده نفس الروح. هو كان لذيذ وبيحب، ما يحبش النكد يعني. ما كان اب شديد؟ لا لا ما يحبش النكد ولا شديد ولا يزعق لنا ويتخانق معانا. كانت الماما عايده الله يرحمها هي اللي ماسكه الاعداد ده، زمام الاعداد التربيه. عبد المنعم ابراهيم لو احنا قعدنا نتكلم نقول نحطه فين، فهنلاقي انه فكره انه صديق البطل في اعمال كتيره جدا يعني ما حدش خد المكانه دي، يعني صديق البطل ولكن اسم كبير تقيل يعني قدر يعني مثلا مش ممكن ننساه في اعمال كتيره قوي هو قدمها. الزوجة الثانية مثلا هو وسعاد حسني يعني، والزوجة 13 والزوجة 13 بالظبط يعني الاثنين مش ممكن ننساهم ابدا. والسفيرة عزيزة مع السفيرة عزيزة وشكري سرحان، واكتر واحد في السينما عمل دور الست سكر هانم واضواء المدينة ولقندة المفاجآت، ولقندة المفاجآت مع اسماعيل ياسين. لما كان بيعمل الشخصيات دي كان بيستعد لها في البيت ولا انتوا كنتوا اطفال؟ ما كنا صغيرين. كنا صغيرين قوي. ما كانش لسه يعني سكر هانم كان لسه يعني كان عندي سنه مثلا. تمام. طب المرحله بقى لما كبر فيها عبد المنعم ابراهيم وعمل حاجات الحقيقه في التلفزيون وكان ليه تقل، ده كنتوا بقيتوا خلاص شايفينه وبتشوفوه؟ كان يحب تبقوا قاعدين وتتفرجوا على العمل بتاعه؟ طبعا. بس هو ما بيبقاش كان متواجد معانا دايما، بيبقى بره. ايه اللي سابه عبد المنعم ابراهيم؟ يعني سايب حاجات خاصه بيه، كتب، مكان كان ليه مكان في البيت خاص، له مكتبته، كان كتبه اللي بيحبها وكان بيقرا كتير. وكان لما يجي له دور يقعد لوحده يفصل دوره في نوته كده صغيره اخر كلمه هو هيقول ايه، وبعدين يحفظ، وبعدين يجي يقول لي سمعي لي بقى لما كبرنا. لما كبرت سمعي. فعندنا نوت صغيره كده بخط ايده يعني. ايوه. ويقعد وكان يعيش ويتقمص. كان هو كان بيحب شغله قوي، وما كانش يروح متاخر، كان يروح في ميعاده. مين الابطال اللي هو كان حاسس انه بيرتاح في الشغل معاه؟ واشتغل مع ناس كتير قوي، بس مين اللي هو دول حبايبه بقى اللي يحب يشتغل معاهم؟ هو يعني كان بيحبهم كلهم الصراحه يعني، حتى هم يتحبوا كمان. طبعا طبعا. الجيل ده ما فيهوش حد ما يتحبش يعني، رجاء بازا طبعا، شكري سرحان، كل الناس دي طبعا، وكانوا بيحبوه كمان يعني. كان ليه اكيد عندهم معزه خاصه جدا. اكيد. اكيد. طيب يعني منذ ايام كان في احتفال بمئويه اول امبارح والثلاثاء عبد المنعم ابراهيم. الحمد لله. مهرجان السينما احتفلوا. خليني يعني اسالك بصراحه، يعني انت كابنه واحنا كمان كجمهور، هل حاسه انه تم تكريمه بما فيه الكفايه؟ هو الحاضر الغائب، بس ما خدش حقه لحد دلوقتي. حاسه ان هو لازم يكرم اكتر من كده، او ياخد حقه اكتر ويدرس، ويا ريت هنا التلفزيون المصري يعرض المسرحيات القديمه بتاعته. مسرحيات اعتقد ان هم كانوا في فتره من الفترات بيعرضوها، يمكن على ماسبيرو زمان. أيوة، تكون بس موجوده. ما بقوش يعرضوها تاني، ما بقوش يعرضوها كتير. يعني انا شايفه في الفيلم اللي احنا عاملينه يعني زمايلنا في التاسعة، هو في حته اعتقد معروف الاسكافي، معروف الاسكافي وهو بيتكلم على الحقيقه، اعتقد ده متصور في التلفزيون. لا، عالم للسهرات ده كان في الاردن. في الاردن وهو بيتكلم تعرف ايه عن الحياه وكده. لا ده كان عالم استعراض، كان في الاردن وبيستضيف كل مره فنان. وكان لذيذ قوي. كان برنامج لذيذ قوي فعلا. كان دايما في الاعمال يحب عايز يتجوز من بره الصندوق، يعني دايما عايز يتجوز بكاكا داسة او يعني يشط بقى بشكل كبير في حته تانية. زوجته اللبنانيه يعني ما فكرش انه يتزوج سيده مصريه بعد والدتك، ولا هي الظروف جت؟ ما هو اتجوز ماما عايده واتجوز كوثر العسال كمان. ممثل. طيب انتوا يعني ايه اللي محتفظين بيه لعبد المنعم ابراهيم؟ ليه حاجات في البيت كانت خاصه بيه، قلمه،
حاجات خاصه بيه؟ في له طاقيه. انا مفضله، لان احنا للاسف اول ما توفى بعديها بفتره كده في ناس كتير بقت تيجي عايزين حاجات نحطها في، ما هنعمل متحف، هنعمل مش عارفه ايه، فابتدينا نديهم الحاجات دي، فمبقاش عندنا حاجه على اساس انهم يحطوها، وبعدين ما عرفناش مين دول ولا هيحصل ولا فين هم. يعني بتحلمي ان يكون في، انا دايما بحلم الحقيقه يكون في معرض للفن كده، مقتنيات فنانين العظام دول. هم كانوا ابتدوا عملوا في مسرح الجمهوريه بس ما اعرفش بقى كملوا ولا وصلت لحد فين. انا عايز اعرف اكتر عن عبد المنعم ابراهيم الاب. يعني احنا دايما بنشوفه في الصوره اللطيف اللذيذ الحبوب، لكن اكيد هو كأب كان دايما او كإنسان يعني كان في ناس في رقبته كتير قوي. هو كان مغلبه الله يرحمه اخويا الصغير الله يرحمه برضه، كان من كتر الدلع كان مغلبه قوي، فكان دايما يقعد يقول خلي بالك من اخوك طارق سوير، اقول له حاضر ان شاء الله يا بابا ما تخافش عليه. فكان يعني الدلع الزياده ما بقاش مش أيوة. مش حلو يعني لكل حاجه، بس الله يرحمه. لما بتشوفي لغايه دلوقتي فيلم من افلامه بتبقي حريصه انك تقعدي تتابعيه كاني بشوفه لاول مره، مش هتصدقيني من اول وجديد. يعني كان بابا موجود بشوفه. يعني انا لما ببقى زعلانه او متضايقه وعايزه اعمل اي حاجه افتح التلفزيون الاقي بابا في وشي، اقول كان الحمد لله كانه بيطبطب عليا يقول لي ما تزعليش. يفضل الاب اب مهما كان. اخر عمل كان لي كان اولاد ادم. اولاد ادم ده كان اخر اعماله. انا كنت بروح له الاستوديو وبشوفه هناك عشان كان تعبان ايامها، وبودي له اكل مسلوق يعني الاكل اللي مش هيفضل عارفه هتفضل المرحلة وإن كان فيها حتى عبد المنعم إبراهيم تألم، لكن هنفضل نشوفه هذا الشخص المبتسم الجميل اللي أمتع الملايين. أنا رحت معاه كمان الحج سنة 87 كان حج جميل قوي. أكيد ساعتها المطوف الناس كانوا بيسيبوه يؤدي الفريضة ولا ده عبد المنعم إبراهيم بيحج يعني؟ لا كانوا بيقعدوا معاه ومبسوطين، بيقعدوا في جلسات ذكر ومبسوطين. بعدين المطوف ضحك علينا، لا لقينا المكان نقعد فيه ولا اي حاجه نعملها، فقال لي يا بنتي احنا هنتبهدل كده، تعالي نروح مطرح ما احنا ما انا بحج كل سنه. فراح فعلا الاوتيل اللي كان هناك وفعلا كملنا الحج معاه. فبعدين قال له انا هكتب لك شيك استاذ، قال له لا عيب عيب يا استاذ عبد المنعم انتوا ضيوف الرحمن. الله، يعني خليني اقول انتوا يعني بناته يعني اللي بتحتفلوا بيه طول الوقت وبتتمنوا ايه؟ اللي بتتمنيه يعني نفسك ايه يتحقق؟ يعني تكريم اكتر، يعني يتكرم اكتر من كده، يعني يبقى له حاجه له تتعمل له الناس كلها تفضل فاكره بيها وتترحم عليها. عشان اكيد انا بشكرك شكرا جزيلا، و فنان عظيم واحنا لينا فيه زي ما انتوا ليكوا فيه من كتر ما الحقيقه استمتعنا بيه. استاذه سويرة عبد المنعم ابراهيم بشكرك، وتفضل ذكراه لانه الفنانين العظام دول ما بيرحلوش، هتفضل اعمالهم على الشاشه نستمتع بيها طول الوقت اكيد. يعني الوقت انتهى الحقيقه، واعتقد ان المباراه انتهت كمان بتاعه مصر، واتمنى يعني الخير ان شاء الله تكون ليله كده جميله عليكم، ويبقى المنتخب ان شاء الله يعني قدر يحقق الفوز الليله دي، والنتيجه لسه 2-1 حتى اللحظه واحنا بنختم، لكن يعني كل امل كده. المباراه انتهت فعلا، مبروك لمصر، مبروك لمصر الحقيقه. انا سعيده جدا لان من اول ما قلنا مساء الخير كان الجول الأول، فإحنا بنقول لكم تصبحوا على خير ومصر فازت، وأنا هبقى سعيدة جدا. يعني هسلم كده كريم رمزي وأقول له أهلا وسهلا، اتفضل دلوقتي إن شاء الله كده نحتفل معاه ونحتفل معاكم. أنا سعيدة كمان مش بس إن المنتخب كده إن يكون عدى بالمباراة الحلوة دي، وإنه الجمهور الكبير
اللي ملى استاد القاهرة ده يرجع كده يعني سعيد ومنصور. كل سنة وانتم طيبين يا مصريين، تستاهلوا كل خير، كل سنة وانتم دايما بخير، ومبروك لمنتخب مصر الوطني، مبروك الفوز على بوركينا فاسو 2-1، وان شاء الله نستعد الى غينيا بيساو يوم 10 يونيو. انتهت التاسعة ولكن تتجدد غدا التاسعة معكم بإذن الله. مرة تانية أستاذ سهير بشكرك شكرا جزيلا. وشك حلو على مصر زي وش عبد المنعم إبراهيم بالظبط، يعني دايما بيحب مصر وعاشق ليها. شكرك ونورتينا في التاسعة. تصبحوا على ألف خير، ونتابع معكم بكرة بإذن الله حلقة جديدة من التاسعة. أما أنا ألقاكم بإذن الله الخميس المقبل بإذن الله.